رجعنا لكم بعد الفاصل، عندنا اخبار اليوم وخلينا نشوف ايش عندك اليوم. عندي اول خبر صراحه في انجاز ما اعرف ايش اقول عنه، ولكن مركبه متطوره تحمل رائدي الفضاء بدون بدلاتهم الفضائية. إيش الموضوع اللي كشفت عنه شركة تويوتا؟ عن أول سيارة ذاتية التحكم تعمل بالطاقة الشمسية، والتي أيضا يمكن إرسالها قريبا إلى القمر. بدأ العمل على تطوير السيارة لتكون قادرة على حمل رواد الفضاء على سطح القمر دون الحاجة إلى بدلات فضائية. والسيارة المدعمة بالكبائن المضغوطة هتلعب دور مهم في استكشاف سطح القمر بالكامل، وأيضا ستسمح المقصورة المضغوطة للمركبة بنقل رواد الفضاء عبر مسافات أكبر على سطح القمر. ولين الحين ناسا ما اكتشفت سطح القمر، ايش الموضوع؟ بس تتحمس على هذا الموضوع؟ ده قالوا لك تطلع القمر تروح. انا من الناس اللي مهووس شويه في الفضاء، فاتحمس ايوه يعني اتحمس، بس احس انه في شيء مفقود صراحه. صح ايه، بس انا يعني الشركه ما شاء الله تحمست لدرجه انها تبغى تسوي سيارات للقمر، وخلصوا عندنا باقي الارض ما قفلناها كلها. لا والله خلينا على الارض افضل. طيب الخبر الثاني، الكشف عن طائره يمكن التحكم بها عن طريق العقل. طبعا هذه احد الشركات الصينيه كشفت عن طائره ذكيه اللي هي من نوع درونز، ممكن تقدر تتحكم فيها عن طريق العقل، تلبس زي الخوذه وتتحكم فيها عن طريق عقلك من ناحيه الإشارات الكهربائية اللي بترسلها من أو يرسلها الدماغ إلى هذه الطائرة، ويمكن استخدامها لالتقاط صور عبر حركة العين والتحكم بحركة الطائرة في الاتجاه المطلوب من خلال تحريك الرأس يمينا ويسار. ومن المتوقع أنها بتكفي بطاريات الطائرة هذه القابلة للشحن مدة 25 دقيقة متواصلة. يعني أنه بتحكم بطائرة بعقلي، يعني إيش رأيك أنت؟ صراحة يعني أنا ضد الأشياء اللي مثل هذه، لأنها ممكن تكون خطرة نوعا ما. يعني تخيل أنت في مكان تتحكم براسك، فجأة خبطت أحد بالطيارة، أخاف. أنا أخاف من هذه الأشياء، ما أعرف، أخاف منها. ضد الأشياء الإلكترونية اللي صرنا نشوفها بشكل كبير. لا أنا خليني أخذك إلى أبعد، ممكن التقنية تسرقنا. أي بالضبط، أيوه يعني نوصل لمرحلة انه الاجهزه الالكترونيه والهذا هي اللي تشيل الاشياء اللي احنا نسويها احنا كعاده كبشر. يعني صحيح ما اتفق ابدا معاه، ولكن خلونا نروح من التقنيه الى المديتيشن. اليابانيون ينصحوا بالاستحمام في الغابات لاطاله الاعمار، حلو، ولكن لا تنخدعوا بالاسم ابدا، لانه ما للاسم اي علاقه انك تاخذ دش على الهواء الطلق. هي المعلومه او اللي ذكروها انه هو علاج طبيعي عباره عن فن التواصل مع الطبيعه، وهي ممارسه قالوا انها تعزز من الشفاء الذي يعتقد انه متوافر في جو الغابات. ولا تقوم فكرة علاج استحمام الغابات على المشي لمسافات طويلة أو أنكم تمارسوا تمارين رياضية شاقة، بس كل اللي يحتاجوا منكم أنكم تكونوا متواجدين في هذه الغابات وتجلسوا وتسترخوا وتعملوا مديتيشن ويوغا. ممكن تمارسوا اليوغا، يعطيكم يعني إحساس جميل بنفس الوقت، تنفسوا أيضا عن الطاقات السلبية اللي ممكن تكون موجودة. يعني شوف الفكرة مو جديدة أبدا، ولكن الجديد في الموضوع أنكم تعملوا مديتيشن في غابات. ما حبيت الفكرة أبدا، تخيلوا الخطر اللي ممكن يكون موجود في هذه الغابات، فجأة حيوان مفترس يدخل لكم، ولا حشرات، ولا ما أعرف إيش ممكن تلاقوا في هذه الغابات. وش فيها الصحاري؟ يا كم طلعنا وسوينا مديتيشن في الثمامة ولا في صحراء مديتيشن، ترى نفس المديتيشن التأمل. يعني الصحراء حلوة تأمل، لكن في ايش تتأمل بالله؟ المنظر البعيد كذا، الأفق، الغروب ممكن، يعني الشروق، الغبار يوم يضرب في وجهك. ولكن طيب، صراحة حلو المديتيشن في البيت، عملوه في البيت. طيب الخبر اللي معانا الرابع، سناب شات في محاولة منها لإنقاذ نفسها، أنا صراحة أنا أسميها، تطلق حركة جديدة اللي هي لعب أكثر وكلام أقل. طبعا هذا كله عشان تحاول سناب شات أنها ترجع من الخسائر اللي هي قاعدة تواجهها الفترة الماضية. فبتطلق الفترة الجاية خلال شهر من الآن منصة خاصة للألعاب التفاعلية، بيكون
الهدف منها انه انت وانت تستخدم السناب تتفاعل بالالعاب الموجوده اكثر من انك انت تتكلم وتسولف وكذا. فانا من وجهه نظري انه سناب قاعده تنزل كل مره اكثر من اللي قبلها. وامس برضو كان في خبر انه الاعلانات اللي في سناب شات راح تكون ما تقدر تسوي لها سكيب يعني. في وجه في وجه. نعم لا لا هذا لا خبر لا انا امس شفته. لا على كذا ابدا ما راح ادخل سناب شات ولا راح اتابع احد، لانه يدوب انا اول ما اشوف اعلان قبل اشوف ايش الاعلان اصلا على طول سكب. ولكن محاولات فاشله ممكن نقول من سناب شات. بالضبط. نروح لخبر ايضا معانا لليوم وبمساعده كلابو، كيف يدخل التاريخ بلقب ماراثون نيويورك. وطبعا دخل عداء كفيف هو وفريقه من الكلاب الإرشاد للتاريخ خلال إكمال سباق الماراثون في مدينة نيويورك لهذا العام دون أي مساعدة بشرية. طبعا العداء توماس البالغ من العمر 48 عاما ركض برفقة كلابي الثلاث من فصيلة اللابرادور، وأصبح أيضا أول عداء كفيف يكمل السباق بمساعدة كلابه بدلا من أن يساعده عداءون آخرون، وأنهى السباق الممتد لأكثر من 21 كيلومتر فيما يقل عن ساعتين ونصف الساعة. شيء رهيب صراحة. من خبرك